بارودة الدك، البارودي القديمي، بارود انفجار وليس دفء. 11 12 اللي بدك اياه حسب الصيد اللي بدك تصطاده. تمام. ايش قلت انت هو؟ قلت شيء؟ الله يوفقك. السلام عليكم. اليوم بدنا نرجع معكم حوالي 50 سنة لورا او اكثر، نحكي لكم عن بارودة الدك، البارودي القديمي المعروف عند اغلب الصيادين بسوريا وبلبنان. طبعا في عنا ثلاث انواع لها، النوع الريحاني والنوع الصافيتي والنوع اللبناني. هاي البارودي، وهلق بدنا نشوفكم كيف طريقة الدك والرمي على دريئة مسافة 15 متر ومسافة 20 متر مع أخونا أبو أحمد، بدي يشوفنا كيف طريقة الدك. تفضل. طبعا أنا بعبدو، هذا سيخ الدك. أهم شيء السرطاني تكون من دورها هيك قدام عشان ما تطلع في وجهك. نعم. قرب شوية بعبدو. هذا بارود الدك، بارود انفجار وليس دفء. طبعا الكمية انت بتحددها. انا بستخدم بعد البارود بستخدم محارم. بدك تستخدم محارم، بستخدم ورق، اللي بدك اياه بستخدمه، بس انا بستخدم محارم. دك حصرا بده يكون من داره بارود الدك هيك، لا سمح الله البارود غير امن. يعني بدك تدكه دقه، وين بدك تتاكد منه انه صار تمام. بعد منها بحط الخردق، هذا الخردق. طبعا كمان انت تحدد الكمية والعيار بدك اياه، عيار 9، عيار 10، 11، 12 اللي بدك اياه حسب الصيد بدك تصطاده. كمان تحط له محرمة، بس دكه مو مثل دك البارود. بارود شفت طولنا في دكه، اما الخردق عمليا هيك بس بمجرد انك توصل المحرمة لفوق الخردق. تمام. الكبسون، كبسون يبين محله. هاي الكبسون، نحن هلق عم نستخدم كبسون الأحمر لأنه الكبسون القديم ما بغى يتواجد، هلق انقرض كبسون. عم نستخدم هذا الكبسون. تحط الكبسوني في حال ما تحط الكبسوني، هيك هي عملية حط الكبسوني. في حال بدك تضرب على الهدف مباشر تتركها في هالعملية هاي، بدك تمشي فيها بدك تأمنها إجباري هيك، لأنه قلنا بارودي غير أمني، في أي لحظة بيفلت الديك بتطلع الدك. نعم. هلا رح نضرب على دريئة على 15 وعلى 20 متر. تمام. بعد هلا بدي نعد من هون، انا بعد 15 ونحط دريئه واحده، بعد 20 نحط كمان دريئه ثانيه. تمام. خلي الهاتف علي. اي أيوة. واحد هاي على 15 متر. هاي على 20 متر.
معلم هاي 15 و20 طبعا فخجي 15 فخجي و20 فخجي ممكن يكون اكثر شوي او اقل شوي. هلا الرمي على دريئة 15 متر اتكل على الله. تمام خلينا نشوفه سوا. صوت عالمي. شوف جمعها ممتاز. هيك جمع شكل الموبايل. شوف الجنب الثاني هاي على 15 متر. انتبه تقريبا دائرة قطرها 30 سم. شوف ابو احمد كل خمس حبات سوا تقريبا كل خمسة سوا يعني هاي الضربة يعني بتضاهي فيها بوريد الكسر وريد 12 الاوتوماتيك او الجفت او اي برد. هدف 100% منصاب. تمام هلا رح نرمي على 20 متر. هلا بدنا ندق الدكة الثاني مشان نجرب على دريئة مسافة 20 متر. تمام جاهز؟ جاهز يلا بسم الله. يلا هاي مسافة 20 متر. قلب لي يا ابو قلب لي يا شوف هلا 15 جمع اكثر ولكن ال 20 كمان كثير ممتاز. شوف اغلب الخردق جاي جنب بعضه يعني الهدف 100% اصابته محققه. طبعا الخردق مستخدم نمره 10. طبعا شباب مثل ما حكى ابو احمد وقال متوه ايش قلت متوه قلت شيء لا يوافقك طبعا شباب مثل ما حكى اخونا ابو احمد البارودي غير امني يعني في كتير ناس اتصابت بسبب البارود الدك ولكن بنقدر نحكي عنها بنقول بارودي كتير فعالي وكانت في وقت من الاوقات السلاح المستخدم عند كتير من الصيادين. طبعا هذا الحكي بتحكي في السبعينات والستينات القرن الماضي ولحد الان في كتير صيادين بيستخدموها وكتير صيادين بيلجأوا لها بسبب ولاء الاسعار ولاء الخرطوش. وشكرا لكم. اللي بده يستخدمها يكون ضل حذر ومنتبه. اكيد اكيد ابو احمد اكيد. الله يعطيكم العافيه.